محمد مجدي محرر عسكري جريدة الوطن. سؤالي لمعالي الوزير محمد احمد مرسي. فندم، احنا عايزين نعرف ابرز المنتجات اللي هتشارك بيها وزاره الانتاج الحربي في معرض اديكس هذا العام. انا اسف، انا مش شايف اللي بيحدث لي. هنا فندم. معلش، ابرز المنتجات فندم اللي هتشارك بيها الوزاره هذا العام. هو انا يعني استاذنكم، السؤال ده هيبقى لجميع المشاركين، يعني انا هقول الانتاج الحربي فقط، وهدي الفرصة لزمايلي يتحدثوا عن منتجاتهم. المنتجات اللي احنا عرضناها في الانتاج الحربي هي عديدة ومتعددة، يمكن هذكر أهم حاجة احنا بنعرضها، يمكن المركبة المدرعة على جنزير سينا 200، ودي كانت توجيه من سيادة الرئيس بأن احنا ننتج مركبة مدرعة على جنزير، وتم تصميمها وإنتاجها في مصنع 200، منتج محلي تصميم وإنتاج، عدا بعض المكونات زي المحرك، الأجزاء اللي هي لها شركات عالمية ولها باع في إنتاج هذه الأجزاء. المدرعة بتحقق حماية للجسم حتى مستوى ستانج 3، وبتحقق حماية للتفجيرات أسفل المركبة ستانش 4. الطقم بتاعها 6 أفراد، مش هخوض في تفاصيل أكتر من كده، هو موجودة جوه. أيضا المركبة المدرعة على عجل ST500، أيضا قذيفة الأعماق نورس 1 اللي بتتعامل مع الغواصات حتى عمق 300 متر. آخر حاجة هذكرها أنواع من الذخيرة الثقيلة لم تنتج من قبل في مصانعنا، الذخيرة 155 ملي للهاوتزر 39 عيار 1005،